حياكم الله. 447 طفلا استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 68% منهم لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، في حين اقترب عدد جرحى الأطفال من 3000. هذا ما كشفت عنه منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. الحصيلة تفوق عدد ضحايا الحربين الأخيرتين على قطاع غزة، ثلثها من الأطفال. وتشير التقديرات الصادرة عن منظمات دولية متخصصة أن نحو 400,000 طفل في غزة يحتاجون إلى دعم نفسي عاجل. هنا نسأل، ما الذي حل بالطفولة في غزة؟ هل نحن أمام كارثة صحية ونفسية واجتماعية يعيشها أطفال القطاع؟ ما الدور الذي تقوم به المنظمات الدولية لحماية الطفل الفلسطيني من الحرب وتداعياتها؟ للنقاش معنا من بيت لحم السيدة رفعت عودة قسيس، الرئيس التنفيذي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أو المدير العام لها في فرع فلسطين، وسيكون معنا تباعا طبعا من غزة السيدة برنيل إيرونسايد وهي مديرة مكتب اليونيسيف في القطاع، وكذلك من غزة حسن زيادة وهو أخصائي نفسي في برنامج غزة للصحة النفسية. نرحب طبعا بضيفنا من بيت لحم، ونستهل هذه الحلقة بتقرير من إعداد الزميلة ليندا شاهين. من الذي يرجع صرخة من؟ مشفى تنوء بما حملت ولا يحول دون انهيار منظومتها الخدماتية إلا كبرياء الصمود. أم بلال الذي يراوح في مربع عدم الاستقرار الصحي، فمن ذا يطاوعه قلبه بأن يغامر ويخبره بواقع يقطر مرارة وأسى بعد أن بات وحيدا في هذه الحياة؟ أمه وأخوه استشهدوا وابن عمه، بس احنا ما نقدرش نقول يعني الاولاد انهم استشهدوا، فبنصبر فيه يعني بنقول لهم انهم كويسين الحمد لله. آدم هذا البرعم الغضب جاء لزيارة غزة، فكان على موعد مع الشهادة أجلها قضاء الله. لا قدام ببعبز من دنيا، والولد مرمي على الأرض، حجر عند راسه ومرمي في الأرض، وحملوه وطلعوا فيه على الأقصى، لاقوا عنده كسر في الجمجمة وعملوا له عملية جراحة مخ أعصاب. 19 شهيدا من عائلته تركوه خلفهم في عداد الأموات. يامن فتكت به قذيفة فحسبه المهتمون قد انضم إلى ركب الشهداء. من مشفى إلى مشفى بحثوا عنه فوجدوه، وبالكاد تعرفوا عليه وقد شوهته حمم الاحتلال. قعدنا نبحث عنه تحت الركام فوق المنازل فوق الشجر، فجيت على شفان وطلعت الأقسام فوق جرحت الأطفال. لما شفت الحركة في الفجوه يعني شوي بديش أقول آه تمام وخلي كل الناس تتعلق في الأمل هذا وبعدين يطلع لا، فانا من حد ما شفت الجرح هذا تمام في له عم موجود قلت الوضع 1 2 3 اجى عمه من حد ما شافه واكدنا. ثلث الشهداء الضحايا من الاطفال، 70% منهم لا تتجاوز اعمارهم 11 عاما. ما عاد في غزة اليوم خط فاصل بين الحياة والموت تحت العدوان، ستبقى المشافي مستودع آلاف الحكايات يفسر بها التاريخ سر غزة العصية على الكسر والانكسار في أي زمان. لنا شاهين غزة الميادين. إذن كنا مع تقرير الزميلة لنا شاهين من قطاع غزة، تعرض عينة من تداعيات الحرب على الأطفال في قطاع غزة. لو بدأنا مع السيدة برنيل إيرونسايد وهي مديرة مكتب اليونيسف في غزة وقد انضمت إلينا، نريد أن نسألك بداية، اليونيسف كيف تقيم الآن الوضع في قطاع غزة في ظل هذه الأرقام المرتفعة في استهداف الأطفال؟ هل نحن أمام كارثة صحية نفسية اجتماعية لأطفال القطاع؟ Indeed. Our assessment as لا شك في ذلك. نحن تقييمنا كمنظمة اليونيسف ونحن نعمل هنا في غزة منذ 5 أسابيع نرى بكل وضوح أن الأطفال قد عانوا الكثير، الأمرين ليس الأطفال فحسب بل أيضا عوائلهم، فقد دمرت المنازل في كثير من الحالات ويوجد آلاف
الضحايا بين قتلى وجرحى، واليوم وصل عدد الأطفال القتلى إلى أكثر من 670 وجرح قرابة 1000 بطرق مروعة. لقد زرت بعض هؤلاء الأطفال هنا في المستشفيات، ولدينا علامات تشويه على أجسادهم وجراح بليغة. بالتالي هذه الإصابات لا سيما في أوساط الأكثر شبابا هي قوية جدا. من واقع تجربتكم سيدة بيرنيل، هذا العدد المرتفع وهذا التنوع في الإصابات، هل ينم عن استهداف مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ هل يعقل أن يكون مجرد أخطاء؟ حسنا، اسمع، نحن نعرف تماما ما هي الكثافة السكانية في غزة. هي من أكثر المناطق تكدسا وكثافة للسكان، وبالتالي حيث تقع ضربات في أماكن مأهولة كهذه وفي أحياء مأهولة لا مهرب من وقوع إصابات مدنية، على الرغم من أن الكثيرين قد فروا من منازلهم وحاولوا أن يلتجئوا إلى مدارس الأونروا وإلى بعض المنازل، منازل أقاربهم. حتى في تلك الملاجئ هؤلاء لم يكونوا بمأمن. في 6 حوادث تم التعرض لهذه المدارس، مدارس الأونروا، ولقد أصيب حتى الكثيرون جراء القصف الصاروخي والقصف الجوي، وذلك يدلل إلى أي حد الوضع كان خطيرا، وأن ما من مكان آمن لأي كان في غزة حاليا. طيب، الآن أتحدث إلى الأستاذ حسن زيادة أيضا من قطاع غزة. طبعا إضافة إلى أنه حضرتك أخصائي نفسي في برنامج غزة للصحة النفسية، أنت متابع أول بأول بحكم وجودك في قطاع غزة لعمليات الاستهداف. هل ترى أنه كان أمر مستهدف بشكل مباشر، بمعنى القصد هو يعني التدمير والتخريب وتفتيت البنية النفسية والمجتمعية للطفل الفلسطيني، أم أنه الأمر يعود لمجرد أن وجود كثافة سكانية وبالتالي ليس من السهل أنه حماية الطفل وسط هذه الحروب؟ بداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أنا يعني أعتقد أنه كل ما يتم في يعني اتجاه السكان الفلسطينيين في قطاع غزة وخاصة الأطفال هو مبرمج ومستهدف، وليس يرجع إلى الكثافة السكانية الموجودة في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يعني طيلة الفترات السابقة هو يستهدف المجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته، وما يميز هذه الحرب أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف حتى أحد مصادر يعني المهمة جدا لحماية المجتمع الفلسطيني، ألا وهو اللي هو البنية المجتمعية أو مصادر الدعم الاجتماعي والمساندة الاجتماعية، وهذا واضح وظاهر من خلال استهداف العائلات الفلسطينية، وأن الحرب أن هذه الحرب أو هذا العدوان يمكن أن نقول عنه هو عدوان المجازر ضد العائلات، وهو معروف أن العائلة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي تقدم الدعم والمساندة والحماية للأطفال، وبالتالي تم استهداف الأسرة الفلسطينية حتى لا يتمكن الأطفال بالحصول على الدعم والمساندة، ويكون لديهم القدرة على التغلب على تداعيات ما يتعرض له من خبرات صادمة دائمة ومستمرة في قطاع غزة. وأيضا هناك استهداف مقصود حتى للمؤسسات المجتمعية داخل قطاع غزة، وبالتالي لإضعاف شبكة الدعم والمساندة الاجتماعية وإيجاد معاناة نفسية شديدة جدا للأطفال بشكل خاص وللأسرة الفلسطينية بشكل عام أيضا. وبالتالي نحن نتحدث عن مخطط، وبالتالي إيقاع أكبر قدر من الألم والمعاناة، وبالتالي صعوبة العودة إلى نمط الحياة وروتينها السابق، حتى هذا ينعكس في مظاهر واضطرابات نفسية لدى كثير من الأطفال. سنفصل فيها لا شك في ذلك، لكن بما أنه نتحدث الآن عن حجم الإصابات، أتحول إليك سيد رفعت عودة قسيس لأسأل فيما يعني ارتفاع هذه النسبة، لو قارنا عدد المستهدفين من الأطفال في هذه الحرب أو في هذا العدوان قياسا على الحربين الأخيرتين على قطاع غزة، نجد أنه الأمر متضاعف جدا. هل من تفسير برأيك لهذه الزيادة في استهداف الأطفال؟
أنا بقول إنه يعني هذه الزيادة تفسر بحسب إنه هذه الحرب تختلف عن سابقتيها، حجم العدوان أشد بكثير، وبالتالي الإصابات والأضرار أصبحت يعني كثيرة جدا ومتضاعفة. أنا المضبوط بحب كمان يعني أحكي إنه احنا من موقعنا كحركة عالمية للدفاع عن الأطفال، احنا برضو بنشوف انه في هناك كثير مؤشرات وعلامات انه الأطفال كانوا مستهدفين وليس يعني أضرار جانبية او collateral damage زي ما الإسرائيليين وبعض مؤيديهم بحاولوا انهم يقولوا. يمكن هذا الحكي احنا مبكر انه نصل لهذا التصريح، لكن احنا عندنا مؤشرات كثير بتقول انه استعمال الاطفال كان لاهداف سياسيه من اجل الضغط على المقاومه ومن اجل يعني خلق مناخ عام في غزه ضد المقاومه، ولا يمكن تفسير يعني حجم هذه الاصابات فقط. يعني زي ما حكت زميلتي بيرنيل، بوجه لها التحيه من موقعه هون، انه فقط يعني لزياده عدد السكان، وزي ما حكى الاستاذ زياده انه يعني هم كمان ضربوا كل مصادر الحماية للأطفال وللمدنيين في غزة. فبالتالي يعني في مؤشرات كثير بتقول إنه هذا يعني استهداف، يعني استهداف مستهتر بأرواح المدنيين اللي يجب أن يعني يكون في محاسبة هناك لإسرائيل على هذه الجرائم. سيدة بيرنيل، مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي تقول وفقا أو بناء على تقارير وصلت الأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان، تقول بالحرف إن هذه التقارير تثير شكوكا جدية بشأن مدى مراعاة الهجمات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. البعض يتساءل يقول أنه عدم ملاحقة إسرائيل على مثل هذه الجرائم هو ربما من دفعها إلى مزيد من المبالغة في قتل الأطفال في قطاع غزة في هذه الحرب، وهذا الأمر يقع على عاتق المنظمات الدولية منها اليونيسف. يعني إبراز هذه التقارير ورفعها لدعمها في مواجهة الاحتلال على ما يقوم به ضد الأطفال في قطاع غزة، هل هذا صحيح؟ من نافلة القول أنه ما أن يسمح الوضع بذلك لابد من إرسال لجنة تحقيق إلى غزة لتقوم ميدانيا بتحقيق شفاف حيال كل ما حدث. هذا أمر لا مفر منه، لابد من تأمين المحاسبة على الجوانب جميعها، لا سيما على إثر هذا الخراب الذي وقع على رؤوس أهل غزة. لابد من أن ندعم هذا الأمر، هذا الإجراء، كأولوية على مستوى الأسرة الدولية. في حال لم يحصل معكم تعاون في هذا الموضوع، لأنه بعض التصريحات الإسرائيلية قالت أو دعت إلى عدم التعاون مع لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هل من بديل آخر لمعرفة الحقيقة، على الأقل لتحصيل يعني لتحصيل حق لهؤلاء الضحايا من الأطفال؟ في حال عدم السماح لهيئة التحقيق أن تدخل إلى غزة، يبقى من الممكن أن نقوم ببعض العمل، وذلك بالطبع بدعم المنظمات التي كانت متواجدة ميدانيا. كنا نتحدث عن المنظمات المحلية الفلسطينية أم منظمات دولية. بالتالي بكل حال من الأحوال لابد من القيام بتحقيق معمق وشفاف يشتمل على مختلف العناصر التي برزت خلال هذه المرحلة، لا سيما في الأوساط الميدانية. سيد رفعت، إلى أي حد كمنظمات دولية ومنظمات مثل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تقوم بما هو واجب عليها فيما يتعلق، طالما أنه اتفقنا هناك كارثة صحية نفسية اجتماعية تطال الأطفال الفلسطينيين، هذا الدور المنوط بها الآن هل تراه أنه دور إلى حد ما مقبول؟ هناك معوقات له ربما؟
يعني احنا كمؤسسات محليه احنا بنحاول نقوم يعني في دورنا بحسب القدرات المتوفره لدينا. يعني احنا كحركه عالميه للدفاع عن الاطفال مع غيرنا من مؤسسات حقوق الانسان احنا وضعنا نصب اعيننا موضوعين اساسيات. الموضوع الاول هو يعني الاستمرار في عمليه التوثيق، بالتالي حتى يعني يكون في اعتراف ويكون في محاسبه فيما بعد لدولة الاحتلال، والجانب الآخر هو الاستمرار في عمليات الضغط والمناصرة من أجل يعني رفع الحصار عن غزة والسماح بالمساعدات الإنسانية والسماح بإعادة إعمار غزة. فإحنا دورنا عمليا يعني هو دور توثيقي وفي نفس الوقت هو ناقل لما يحصل على الأرض في غزة لجهات دولية من أجل عملية يعني الضغط على إسرائيل. إحنا قبل هل في تعاون تقريبا أو أربعة أيام نعم مع من تتعاونون من منظمات دولية فيما يتعلق بهذه الملفات الموثقة؟ احنا نتعاون مع الجميع، يعني نتعاون مع اليونيسف، نتعاون مع الأنروا، لكن ايضا كمان نتعاون مع الاليات الدوليه في جنيف وفي نيويورك. يعني انا حاولت اقول انه قبل 3 أو 4 أيام احنا مع مجموعه من مؤسسات حقوق الانسان الفلسطيني اجتمعنا مع بعض البعثات الدبلوماسيه الاوروبيه مع ممثل الاتحاد الاوروبي ونقلنا له يعني مطالبنا ونقلنا له ضروره يعني التدخل السريع من أجل الضغط على إسرائيل لفتح المعابر، للسماح بالمساعدات أنها تدخل، للتواصل مع الضفة الغربية. يعني اليوم احنا نحكي عن فتح المعابر لكن كمان في أهمية للتواصل مع الضفة. الكارثة أكبر بكثير من أنه تقدر يعني المؤسسات الغزاوية المحلية وحتى المؤسسات الدولية مثل اليونيسف والأنروا وغيرها أنها تقوم بهذه المهمة لوحدها. فيجب أن يكون هناك رفض من يعني الضفة الغربية ويجب أن يكون كمان جهد عربي. أنا بحكي يعني بشكل واضح أنه هذه الأرقام اللي بنحكى عن يعني 300 أو 400 ألف طفل بحاجة لمساعدة نفسية اجتماعية هلأ اليوم مش غدا. الناس اللي فقدوا بيوتهم، الناس اللي موجودين في المآوي دول اللي لا يعني لا في مي ولا في كهرباء ولا في أدنى شروط من شروط الحياة. المدارس راح تفتح الأسبوع القادم، ماذا سيحصل؟ يعني هل يمكن أن يعني حق الأطفال في التعليم شو ممكن إحنا نعمل له في أثناء يعني وجود الناس موجودين في المدارس؟ ايش راح نعمل مع الاطفال؟ وين راح الاطفال يعني يبلشوا العام الدراسي؟ احنا بنعاني يعني وضع مش طبيعي هلا، انه الحرب لم تنتهي بعد لكن الاحتياجات يعني احتياجات كبيره جدا واحتياجات حاليا يعني يجب ان توفر وواضح انه ما في امكانيات متوفره. فيجب يعني اهم شيء اليوم الضغط على اسرائيل، يعني بغض النظر عن استمرار الحرب او وقف الحرب، يجب على اسرائيل ان تلتزم بفتح المعابر والسماح بالمساعدات الانسانيه انها تدخل لغزه على وجه السرعه. وإذا لم هذا يدفعني الى سؤال سيد رفعت، طبعا احيله الى السيده بيرنيل، لكن دعني ننوه للمشاهد الكريم أنه فقدنا الاتصال مع الأستاذ حسن زيادة لأسباب أمنية، هو اضطر للمغادرة من طبعا تعرض المكان ربما بالقرب منه إلى قصف إسرائيلي. سيدة بيرنيل، طبعا في ظل هذه الظروف حصار دام 8 سنوات حصل خلاله حربين وهذه الحرب الثالثة، برأيك هل هناك يعني هل هناك أي مجال أو إمكانية لأن يكون هناك أي برنامج ناجح في ظل هذا الحصار المضروب على قطاع غزة لحماية الطفل الفلسطيني، طالما أنه نشأ يعني 8 سنوات من عمره وهو يقضيها في ظل وضع غير طبيعي ووضع جد استثنائي؟ صراحة أوافقك الرأي تماما. لا يستحق أي طفل في العالم أن يعيش في الظروف التي يعيشها أطفال غزة هنا منذ 8 سنوات.
نفكر فقط بهؤلاء الذين قد بلغوا العمر أكثر من 7، فقد عاشوا وتخطوا جميعا 3 حروب. هذا أمر ليس استثنائيا فحسب، بل هو أمر غير مقبول. كيف يمكن لنا كمجتمع أن نتقبل أن تكبر هذه العقول اليافعة وأن تحافظ على أحلامها وأمالها وأن تساهم بشكل إيجابي في المجتمع، في حين أن كل ما تتعرض إليه هو القمع والعنف والنزاع وانعدام الاستقرار، انعدام الأمن والقلق المتنامي والخوف. كل هذه هي عناصر مخيفة لا يمكن لأي طفل أن يتعرض لها، وهي استثنائية صراحة. بالطبع هي ستؤثر على هؤلاء طوال حياتهم. بالتالي هو واجبنا بداية أن نوقف هذا الوضع، لا يمكن له أن يستمر، وثانيا أن نساعد هؤلاء الأطفال بقدر ما تيسر لنا مواردنا الجماعية ذلك، لكي نقدم لهم ما تيسر كذلك من فرص في المجتمع كي يبلغوا الاستقرار في حياتهم، وكي نوفر لهم الدعم المجتمعي والرعاية الاجتماعية والمحبة التي يستحقونها، ناهيك عن الرعاية كذلك كما يستحقها كل الأطفال، وهذه هي الأولوية التي نعمل عليها. تقولين أنه يجب أن يوقف هذا الوضع، وليس فقط أن يقتصر الأمر على تقديم الخدمات لهؤلاء الأطفال. خبرينا الآن، ما الذي تفعله اليونيسف كآلية لوقف مثل هذا الوضع وليس فقط تقديم المساعدات؟ ما خلا إذن المساعدة الإنسانية المباشرة التي توفرها منظمة اليونيسف، يتمثل أحد أدوارنا الأخرى بالدعوة وكسب التأييد لتأمين حماية للأطفال وعوائلهم وأسرهم في غزة. هذا أمر عملنا عليه منذ أعلى منظمات المنظمة وصولا إلي وإلى الموظفين العاملين هنا ميدانيا في غزة مع الناس. نقوم برصد هذه الانتهاكات الدامغة ونوثقها، وهذه سجلات هامة تستخدم وسوف تستخدم كذلك لاحقا لفتح ما يحدث، ونواصل هذا العمل مع شركائنا. مقرات للأمم المتحدة، ما أدري إذا كان لليونيسف أيضا، تم استهدافها في قطاع غزة من قبل المدفعية الإسرائيلية أو الطائرات الإسرائيلية. أي وطبعا كان بعض هذه الأماكن كما ذكرت حضرتك تأوي لاجئين فلسطينيين فروا إليها. الآن هل من آلية أنتم تتجهون فيها إلى عدم تكرار مثل هذا الفعل، طالما أنه عادة ما تلجأ العائلات بأطفالها إلى مثل هذه المقرات على اعتبار أنها قد تكون الأكثر أمانا في قطاع غزة؟ بالطبع هذه الأسر فرت من منازلها، إما لأن هذه المنازل كانت عرضة للاستهداف أو القصف، أو ثانيا لأنها قد أبلغت بأن المناطق التي تقطنها ستصبح مناطق عسكرية، وبالتالي لجأت إلى أمان المدارس الأممية ومدارس وملاجئ عامة أخرى بغية تحقيق أي نوع من أنواع الحماية. وهذا الأمر الفظيع المروع، توجد آلية تنسيق واضحة قائمة ومعتمدة بين الأمم المتحدة والسلطات الإسرائيلية، وهذه الآلية توفر الإحداثيات الخاصة بكل هذه المناطق والمراكز التي يتركز فيها الفلسطينيون، والمعلومات المتعلقة بهذه الإحداثيات قد بلغت الإسرائيليين مرات عدة، في بعض الحالات بلغتهم 17 مرة. بالتالي على الرغم من كل ذلك، أن نرى أن ضربات مباشرة قد استهدفت المدارس، فهذا بالطبع يدعونا إلى التشكيك في الصراحة والمصداقية التي تدعيها هذه الأطراف. وهل سنرى هناك أكثر من تنديد على لسان الأمين العام للأمم المتحدة بمثل هذه الظروف
هل هناك ربما يكون عملية عقاب؟ لأنه البعض يقول أنه عدم معاقبة إسرائيل بالفعل على ما تقوم به يشجع أكثر على المزيد من ارتكاب الحماقات بحق المدنيين، بحق الأطفال، بحق الأسر، حتى بحق منظمة الأمم المتحدة. يمكنني أن أقول أن المناصب العليا في الأمم المتحدة على إلمام ودراية بواقع الحال في الميدان، وهي تقوم بتسليط الضوء على هذه الهواجس الجماعية على المستوى العلني، ولكن كذلك في خصوصية الأبواب الموصدة في الأمم المتحدة على مر المفاوضات التي تدور يوما بعد يوم في تلك الأروقة والقاعات، وبالتالي توجد طرائق مختلفة يتم من خلالها بذل الضغوط. لكن مجددا أكرر، لابد من وجود تحقيق شفاف على المستوى الميداني لكي نسلط الضوء على الحقيقة. سؤال أخير قبل أن تغادرين سيدة بيرنيل، في ظل الإمكانات الآن المتاحة لدى اليونيسف في قطاع غزة، برأيك هل بالإمكان التخفيف قدر الإمكان من حجم هذه الكارثة بحق الطفولة في القطاع؟ صراحة نطاق الدمار نطاق كبير جدا، وهو يتخطى كل إمكانيات المنظمات العاملة في قطاع غزة أجمعها. بالتالي نحاول جميعا أن نساعد، إما من خلال عمليات التدخل المباشرة عبر توفير المياه والدعم النفسي والعقلي لهؤلاء الأطفال الذين فقدوا إخواتهم أو الذين فقدوا أهاليهم. لكن إلى جانب هذه المعونة والمساعدة الطارئة وهي فضفاضة بطبيعتها، لابد لنا من أن نفكر على المدى البعيد بطريقة تمنعنا من العودة إلى الوضع الراهن الذي ساد قبيل الحرب. أتحدث تحديدا عن الإجراءات المعتمدة التي تؤدي إلى استنفاد مواردنا ومنعنا من التحرك بشكل حر داخل غزة، ومنعنا من إيفاد وإرسال موظفين إلى غزة. لابد من أن يتغير هذا الحصار والوضع. شكرا جزيلا لك سيدة بيرنيل أيرونسايد، مديرة مكتب اليونيسف، كنت معنا في غزة، كنت معنا من قطاع غزة. ويبقى طبعا معنا الأستاذ رفعت عودة قسيس. نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود إليكم، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. نحييكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة، نتناول فيها الأثار الصحية النفسية الاجتماعية على الأطفال في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي عليه. طبعا معنا من بيت لحم الأستاذة رفعت عودة قسيس، الرئيس التنفيذي أو المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، وعلى أمل طبعا أن ينضم إلينا الأستاذ حسن زيادة أخصائي نفسي، كان اضطر أن يغير المكان لأنه المكان تم استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو قريب من المكان. سيدة قسيس، فيما يتعلق بالأثار النفسية والصحية على الطفل الفلسطيني، اليونيسف أيضا في إحدى التقارير التي أعدتها حول الحرب في أو العدوان على قطاع غزة تقول هناك أطفال سيحملون آثار نفسية دائمة لما يشاهدونه الآن. يعني نحن نتحدث الآن عن الأطفال من غير الجرحى، عن أطفال من يعني من ضحايا العدوان، لكن ليس بشكل مباشر، وإنما نتحدث نحن عن صدمات، نتحدث عن مشاكل اضطرابات، نتحدث عن مشاكل نفسية واجتماعية سلوكية بشكل عام. برأيك هل من دراسات تقدر عدد هؤلاء الأطفال نسبة إلى غيرهم؟ صحيح، مظبوط، أنا مش مختص في هذا الموضوع، لكن يعني الصدمة هي شيء يعني فردي، ما بنقدر نعمم يعني آثار الصدمة على كل الأطفال. كل طفل يعني بيعالج صدمته بطريقته الخاصة. الشيء المهم إنه إحنا نعرفه إنه الصدمة
لا يعالجها الزمن. يعني أحيانا بنفكر أنه الزمن هو بيعالج الصدمة، وهذا الحكي مش دقيق. الصدمة لا تعالج إلا بمعالجة نفسية اجتماعية متخصصة. هلا من خبراتنا السابقة احنا يعني في سواء كان في الحروب على 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 فلسطين او على غزة تحديدا، او من خلال الانتفاضات المتكررة والمتعددة اللي بنحكي فيها عن الأطفال يعني المصدومين، كان هناك يعني قواسم مشتركة بنشوف انه هذه مظاهر يعني بتعرض لها الأطفال بشكل عام، مثل يعني نوبات القلق، الخوف غير المبرر احيانا، الاكتئاب، التبول اللا ارادي. في شيء مهم في موضوع الصدمه اللي هو الخوف من فقدان الاهل. يعني بالنسبه للطفل شعور الفقدان انه اهله مش موجودين معه، يعني كثير مرات بتكون حتى اقسى من الام الحرب نفسها. التقديرات بتقول انه يعني 400 الف طفل بحاجه لعلاج نفسي او بحاجه لتدخل نفسي. انا المضبوط يعني ما بقدرش اجزم بعدد الارقام، لكن ما حصل وما يحصل في غزه وهو بالضروره يعني خلق اثار وسوف يخلق اثار نفسيه اجتماعيه على الجميع. طبعا والاطفال هم اكثر يعني عرضه بحسب يعني اعمارهم. طيب فبالتالي يعني راح تفضل برايك، يعني هل هناك برامج الان في ظل هذه الظروف ممكن وضعها لمعالجه او لتلافي هذه المشاكل الصحيه او الاجتماعيه السلوكيه لدى هؤلاء الاطفال؟ نحن نتحدث طبعا عن ارقام حوالي 400 الف بحسب ما تشير اليونيسف. صحيح. لا، في بعض الانشطه اللي ممكن انه يعني تقام هلا، مثل يعني ضروره انه الطفل يلعب، ضروره انه الطفل يتواصل مع اطفال اخرين. هون انا ما بحكي عن يعني التخصص النفسي الاجتماعي المختص، لكن هناك يعني مجموعه من الانشطه الترفيهيه اللي بالامكان يعني حتى للمتطوعين ان يقوموا بها يعني وليسوا متخصصين. لكن المشكلة انه يعني في اثناء الحرب وفي اثناء انه ما بقي محل امن، يعني ايش الانشطة اللي احنا ممكن يعني نقدمها للاطفال في ظل انه الطيارات لازالت تحلق، المدفعية لازالت تقصف، الصواريخ لازالت تضرب. فيعني في صعوبة، فعلا في صعوبة هلا يعني انه يكون في تدخل يعني مع هدول الأطفال. لكن أنا بعرف من خلال يعني علاقاتنا اليومية مع الزملاء في غزة، أنا بعرف أنه في كثير من المؤسسات المحلية والدولية بتقوم في هذه، في مراكز الإيواء بتقوم في العمل مع الأطفال في محاولة الترفيه عنهم، محاولة يعني توفير أجواء أكثر يعني صحية لهم. لكن هذا الحكي لا يمنع حقيقة أنه إحنا بحاجة لكوادر بشرية هائلة وبحاجة لبرامج يعني مستقبلية. بما أنه أستاذ رفعت، عاد إلينا يعني الأستاذ حسن الأطفال، عاد إلينا الأستاذ حسن زيادة، وهو طبعا أخصائي نفسي في برنامج غزة للصحة. نتمنى لك السلامة وطبعا لكل أهل قطاع غزة في ظل هذا القصف الإسرائيلي المستمر. سيد زيادة، بما أنه حضرتك أخصائي نفسي، كنا نتحدث فيما يتعلق ب النتائج السلبية أو ما يعرف بتداعيات الحرب النفسية على الطفل الفلسطيني غير المصاب في الأساس. يعني نحن نتحدث عن فقدان أهل، نتحدث عن فقدان أصدقاء، نتحدث عن مشاهدة لعمليات قتل أو إلى ما هنالك، وأرقام مخيفة حوالي 400 ألف كما تشير اليونيسف فيما يتعلق بأطفال قطاع غزة يحتاجون إلى مراعاة أو بحاجة إلى أنشطة تراعي وضعهم النفسي. على هذا الصعيد، هل نحن أمام أيضا ما يعرف بالكارثة التي لا يمكن تلافيها أو محاولة التخفيف من حدتها؟ أنا أعتقد أنه يعني حجم الآثار والتداعيات النفسية للحرب على الأطفال في غزة هي طالت يعني جميع
أفراد المجتمع الفلسطيني كاملة، وأعتقد أنه الأطفال هم جزء من هذا المجتمع وهم الحلقة الأضعف والأكثر تأثرا وضررا من هذه الحرب من ناحية نفسية ومن ناحية سلوكية. وأنا أعتقد أنه هناك ردود فعل آنية وسريعة ظهرت لدى الأطفال خلال الحرب، وهذه ردود الفعل الآنية والسريعة يعني لها العديد من المظاهر، وأكثرها كان واضحا من خلال مشاكل النوم لدى الأطفال وصعوبة الخلود للنوم، مشاكل تتعلق بالأحلام المزعجة والتعلق بالوالدين والخوف أن يكونوا في الأماكن لوحدهم، حتى الخوف على الوالدين أن يفقدوا الوالدين نتيجة ما متابعتهم للأخبار وما سمعوه وما شاهدوه. أيضا الأطفال أصبح لديهم كثير من التغيرات السلوكية كزيادة الحركة وصعوبة الانتباه والتركيز، وهذا يؤدي أيضا إلى سهولة الاستثارة عند الأطفال. أيضا من ناحية معرفية عند الأطفال هناك كثير من التخيلات، وهناك من الأفكار التي تجتاح فكر الأطفال، وكثير من الصور المؤلمة والخبرات الصادمة. يعني هل باتت ظاهرة عامة سيد حسن بالنسبة للطفل الفلسطيني في قطاع غزة؟ أنا أعتقد ردود الفعل الآنية والسريعة هي تعتبر ردود فعل طبيعية لخبرات غير عادية. وأيضا يعني أنا أعتقد الطفل الفلسطيني في غزة هو طفل يعيش هذا الواقع بشكل دائم ومستمر، لأنه نحن نتحدث عن غزة. غزة هي منطقة يعني تتميز عن أي مناطق بالعالم أن الصدمة النفسية هي صدمة دائمة ومستمرة ومتكررة، وهي لا تحدث لمرة واحدة وتنتهي. وبالتالي نحن نتحدث عن تداعيات. يعني أنا أتحدث من خلال الخبرة العملية المهنية في الميدان أن العديد من الأطفال نتيجة الخبرات الصادمة في حرب العام 2000 العدوان 2008-2009 والعدوان 2012 لا زالوا تحت العملية العلاجية، وجزء كبير منهم لم يتعافى من هذه الخبرات الصادمة، وجزء كبير أيضا من العائلات والبالغين كانوا لا زالوا تحت العملية العلاجية وبحاجة إلى متابعة. وبالتالي جاءت الحرب ضمن سياق هو صعب، ضمن سياق في حالة من الاستنزاف النفسي والاجتماعي للمجتمع الفلسطيني بشكل عام. وبالتالي الضرر والأذى هو ضرر أنا أعتقد أنه هو شديد، وبالتالي هو ضرر حتى معقد ومركب، وبالتالي التعامل معه هو بحاجة إلى برامج مهنية، وبالتالي هو سيد حسن إلى تكامل. نتحدث نحن عن حرب، ثلاثة حروب حتى اللحظة، عن حصار 8 سنوات. الفترة الزمنية بين كل حرب وأخرى أو بين كل عدوان وآخر هي قصيرة جدا. هل نحن أصبحنا أمام حالات مستعصية في العلاج مع من كان أنه قد تقدم إلى حد ما في برنامج الرعاية وإعادة التأهيل، أم أنه الأمر ما زال بالإمكان تلافي إلى حد ما في ظل طبعا المعطيات المتوفرة لديكم في القطاع حاليا؟ أنا أعتقد يعني بإضافة، أنا لم أتمكن بسبب القصف الذي تم للمكان بجوار الاستوديو. نعم. ما تفضلوا به الضيوف الكرام في البرنامج، ولكن ما أود أن أقوله إنه يعني بالرغم من الرغبة وبالرغم من وجود طواقم عديدة للعمل في الميدان في قطاع غزة، تراكمت لديها خبرات مهنية في برامج التدخل النفسي الاجتماعي، وهناك خبرات مهنية إكلينيكية متوفرة في المراكز المتخصصة في قطاع غزة، لكن بالتوازي نحن بحاجة إلى إيجاد حالة من الأمن والأمان للطفل الفلسطيني حتى هذه البرامج تأتي بنتائج وكلها فاعلية. لا يمكن تقديم خدمات نفسية واجتماعية في ظل انعدام الإحساس بالأمن والأمان في هذا المجتمع. وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يشكل حماية للأطفال الفلسطينيين وحتى للمجتمع الفلسطيني بشكل عام، حتى يتمكن هذا المجتمع بأن يتغلب على تداعيات هذه الحرب العدوانية على قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن وضع مزمن، وبالتالي سوف يؤدي
إلى أعراض شديدة ويؤدي إلى أعراض أيضا مركبة. تتخيل أنت الطفل الذي فقد الأب أو الأم أو فقد الإخوة أو الأخوات أو حتى الأسرة التي فقدت أبناء أفراد عائلتها ولم تتمكن من القيام بمشاهدة أفراد العائلة، لم تقوم بعملية الدفن أو حتى الجنائز التي لهؤلاء الأفراد، والعائلات عاشت ألم والأطفال عاشوا ألم عدم معرفة مصير أفراد الأسرة، وبالتالي هناك عملية تعطيل لعملية الحداد، وبالتالي أيضا هناك تعقيدات تتم في عملية حتى الحزن، لأنه هاي عملية مركبة ويجب أن يكون هناك نوع من الاهتمام، لأنه هناك في هذه الحرب هناك كثير من الفقدانات التي خبرها الأطفال في غزة، وبالتالي هذه الفقدانات هي فقدانات قد تصبح فقدانات مركبة ومعقدة، قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية مزمنة، وبالتالي هنا تكمن المشكلة، أنه خلال الحرب حتى عملية الحداد والحزن لم تتم بشكل طبيعي تمام، وبالتالي هي تم يوجد فيها اضطراب وخلل تم. لم نتمكن حتى من الذهاب مرافقة حتى الجثث. نعم. لم نتمكن من إقامة جنائز، لم نتمكن من إقامة بيوت عزاء، لم يتمكن الأطفال من توديع أفراد الأسرة، هذه قضايا من ناحية نفسية جدا مهمة، وهي تدفع بالأطفال إلى كثير من التساؤلات، وبالتالي قد تؤثر تأثير شديد على الكبير، يعني فما بالك بالطفل. أشرت حضرتك إلى نقطة على الطفل. نعم، أشرت إلى نقطة جد أراها مهمة أريد أن أسأل فيها الأستاذ رفعت، هو أنه لا يمكن لأي عملية تأهيل أن تتم بشكل سليم إذا لم يكن هناك عملية أمن وأمان متوفرة أو تحظى بأمن وأمان، وهذا أمر يتوقف على المجتمع الدولي. أنتم كمنظمات معنية بحماية الطفولة، طبعا هو الأمر ليس فقط يعني ليس في بعده السياسي، لكن كيف يمكن أن نوفر موضوع أمن وأمان لهذا المجتمع في ظل هذه الظروف؟ يعني ما الذي يقع على عاتق منظمات معنية برعاية الطفولة أن تعمل على توفير الحد الأدنى، لنقل الحد الأدنى من عملية الأمن والأمان حتى تتم مثل هذه الرعاية؟ صحيح، يعني زي ما حكيت في بداية مداخلتي في بداية البرنامج، يعني إحنا كمنظمات حقوق إنسان شفنا دورنا انه اولا على مستوى يعني عدم ضياع الجريمه، التوثيق المهني الدقيق لما يحصل من اجل المتابعه، من اجل محاسبه اسرائيل، لكن هذه قضيه طويله الامد. الجانب الاخر اللي كمان يعني اخذناه على عاتقنا وهو الضغط والمناصره، الضغط المستمر والفعال ومحاوله يعني خلق اماكن حمايه، اماكن تكون يعني مؤمنه. الكل بيعرف انه يعني مدارس وكالة الغوث تم ضربها باستهتار شديد. نعم. كمان احنا وجهنا النقد كمان للامين العام لهيئة الامم على عدم اخذه دور يعني صارم، احنا كنا نتامل انه ياخذ دور يعني اكثر حزم في متابعه هذا الموضوع. هلا زي ما تفضل الاخ حسن، بدون ما يكون في هناك اماكن امنه كل العمل مع الأطفال مش راح يقدر يعني يجيب نتيجة، فبالتالي إحنا اليوم بنشوف إنه هذا هو دورنا اللي يعني الطارئ والآني اللي لازم إحنا نقوم فيه. وأنا بحكي لك إحنا لا نألو جهدا، يعني إحنا يعني في خلال يعني فترة الحرب يعني ذهبنا لمجلس حقوق الإنسان، ذهبنا لجنيف، قدمنا المداخلات الشفوية والكتابية، اجتمعنا قبل 4 أيام زي ما حكيت في البداية مع البعثات الأوروبية ومع ممثل الاتحاد الأوروبي، أرسلنا الرسائل من بان كي مون لبقية يعني كل المقررين الخاصين على فلسطين. لم نألو جهدا في محاولة يعني فرض ضرورة أن يكون في فك للحصار، وأنا هون ما بحكي بشكل سياسي، يعني المفاوضين في مصر انا بتمنى لهم الصمود من اجل يعني تحقيق مكاسب، لانه الموضوع هو مش موضوع سياسي فيما يتعلق بالحصار بقدر ما هو مرتبط يعني حمايه المجتمع الفلسطيني من التفكك من الانهيار. طبعا الاضطرابات اللي اشرت لها حضرتك واللي اشر للاستاذ حسن، وانا هون اريد ان اعود الى الاستاذ حسن لاسال، انه يعني والله التوصيف بالفعل يعني يبقي القلب كما يقول البعض،
إذا كانت هذه المشاهد تؤثر بهذه القوة على الكبير، فما بالك على الصغير؟ أسأل أنا بالنسبة للأهل، يعني حتى من يعني أكرمه الله وبقي لديه والديه من الأطفال، طبعا الأب والأم هنا في مثل هذه الحالة أيضا يعانون ربما من اضطرابات، أليس كذلك أستاذ حسن؟ وبالتالي ربما يؤثر في عملية التواصل حتى بين الوالدين والطفل في آن. يبدو أحيانا يغيب عن بال العديد أن رؤية الحرب على غزة ضمن سياق، والأباء الذين تتحدث عنهم هم أطفال انتفاضة الحجارة. من كان عمره 7 سنوات أو 8 سنوات في عام 1987 هو اليوم أب لأطفال، وبالتالي احنا نتحدث عن أجيال من الفلسطينيين هم عاشوا خبرات صادمة ودائمة ومستمرة. وبالتالي أنا أتحدث عن عملي في مجال خدمات الصحة النفسية. أنا أعمل في هذا المجال، وبرنامج غزة أنشئ في العام 90 في خلال انتفاضة الحجارة، وأنا أعمل في هذا البرنامج منذ العام 91. عايشنا العديد وتعاملنا مع العديد من الأطفال ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية خلال الانتفاضات المتعددة، خلال الاجتياحات المتعددة، وخلال العدوانات التي تمت أخيرا. المشكلة الموجودة أنه نحن في مجال خدمات الصحة النفسية نقدم الرعاية ونساعد الأطفال والضحايا للتغلب على التداعيات النفسية والاجتماعية لهذه الخبرات الصادمة، ولكن مع الوقت ليس لدينا ضمانة بأن الاحتلال الإسرائيلي لن يقوم بتكرار ما يقوم به. لا يوجد رادع، لا يوجد ما يمنع الاحتلال الإسرائيلي بأن يقوم بهذا العدوان الشرس على قطاع غزة، وبالتالي هدم كل ما يتم بناؤه، وهدم كل ما يتم تقديمه من مساعدة نفسية واجتماعية للأطفال. لا يمكن أن نستمر نحن كعاملين في مجال الصحة النفسية أن نستمر بهذا الوضع، وكأننا بشكل غير أخلاقي كأننا نحضر الضحايا إلى دورة جديدة من الانتهاكات الإسرائيلية، لأنه لا يوجد رادع للاحتلال الإسرائيلي. أصبحت القضية فيها نوع من التكرارية والنمطية، وبالتالي المجتمع الدولي والمجتمع الإنساني هو أمام مسؤولية لحماية الأطفال، وبالتالي لمنع التكرار. يجب أن يتم وضع حد للمعتدي، يجب أن يتم وضع حد للمعتدي. لا يمكن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المجتمع الدولي أن بان كي مون يشعر بالاستياء والملل، لأن الأمم المتحدة كل ما تقوم بتقديم مساعدات وبناء في قطاع غزة يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف هذه البنية التحتية، فما بالك في العمل الإنساني والاجتماعي. نحن نساعد الضحايا ونساعدهم على التغلب والاستشفاء من تداعيات الصدمات النفسية، ولكن لا يوجد أي جهد حقيقي اتجاه منع مصدر هذا العدوان وحماية الأطفال. هل نحن نصبح كأننا نحضر أطفالنا ومجتمعنا إلى دورة جديدة من العنف الإسرائيلي؟ نتمنى أن يصل أخلاقية أصبحت بالتأكيد. أنا أتحدث كأخصائي مهني في مجال العمل النفسي، هذا أصبح غير مقبول. هذا أصبح في النهاية كأنه إحنا نريد أن نجد نتيجة لهذا العمل، لاستمرارية وديمومة هذه البرامج. لا نريد أن يصبح الاحتلال في حل. المجتمع الدولي يعزز السلوك الإسرائيلي. المجتمع نتمنى أن يصل هذا النداء للمعنيين أستاذ حسن. هو الخوف بالفعل هو الخوف أصلا من تدمير نفسية المجتمع الفلسطيني أو الطفل الفلسطيني عبر هذا الاستهدافات المتكرر. نتمنى أن تصل الرسالة إلى الأمم المتحدة بهذا الخصوص. كل الشكر والتقدير لك سيد حسن زيادة، أخصائي نفسي في برنامج غزة للصحة النفسية، كنت معنا من غزة، وكذلك للأستاذ رفعت عودة قسيس المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، كنت معنا من بيت لحم. وكل الشكر والتقدير لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.